السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ. وإياكم. رجل رزق بمولود ذكر، وطلبت منه أمه أن يسميه عبد المنعم، ولكنه قد قرأ سابقا أنها المنعم ليس من أسماء الله وإن كان من الأفعال، فهل في هذا حرج؟ لا يسميه عبد المنعم. لا يسميه؟ لا يسميه عبد المنعم. أحسن الله إليكم، يعني علة المبرر أنه من أفعال وليس من أسماء؟ ليس من أسماء الله الحسنى المنعم. إيه. وإن كان لفظ الذين أنعمت عليهم هو من الأفعال، يعني ما هو اشتقاق الأسماء من الأفعال الأظهر عدم جوازه. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.